اختياري المصطلحات جريئة في الأغاني دقيق، والحمد لله أنه ما يمس يعني ما يجرح السامع من خلال الكلمة. يمكن في البداية تشدك أغنية الله ياخذك منهم وتقول دعوة مثلا أو أن كلمة قوية، ولكن هي بمحبة أنت تقول لها ولا ياخذني من يدك، فأنت تبغى تكون قريب دائما من محبوبك. فكلمة جميلة أنا أحبها كثير، وحقيقة أوجه تحيتي كذلك للشاعر وشم للملحن الجميل الفائز على هذا العمل الجميل، فإن شاء الله أن الله يوفقني ويوفقهم دائما. علاقتي بحسين الجسمي أكثر من فنية، علاقة أخوان أصدقاء، غير أني تعاونت معاه في أكثر من 50 لحن، وإن شاء الله اليوم راح يغني منهم يمكن نص الأغاني بتكون من ألحاني. فأتشرف أني أكون موجود في حفل مثل هذا وأكون رافع راسي وأنا أشوف حسين الجسمي يغني. الله ياخذك منهم ولا ياخذني من يدك، ولا ياخذ غلاك وعمرك الغالي وتبقى لي، وش ايامي بدونك وش بعد عمري بلا ودك، ترك اغلب شر عندي ولا غيرك أبد غالي. الله ياخذك منهم ولا ياخذني من يدك، ولا ياخذ غضبك عمرك الغالي وتبقى لي، وش أيامي بدونك وش بعد عمري بلا ودك، ترك أغلب شر عندي ولا غير أبد أبد أبد. وتبي تطعن تبي تجرح وش اللي يعني ردك، من يدينك ترى كل شيء قسم بالله يحلاني، أبد لا تجرح مني أمانة عاد من جدك، ترى جرحك لذيذ وصدك رح يا صاحبي حالي. وجودك جنة الدنيا وبعدك لحظة غير بالي، أبي حبل الوصال أكثر تمدها يدك، وش اللي بس لو تبعد دقيقة صدقي بقالي، يهون العمر وسنينا ولا يبدأ معي صدق، وجودك جنة الدنيا وبعدك لحظة غير بالي، أبي حبل الوصال أكثر تمدها يدك، وش اللي بس دقيقة دقيقة.